السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز جايب لكم اليوم تجربة لعبة جديدة اسمها The Survive Lost. بس قبل لا نبدأ لا تسون اللايك والاشتراك، أهم من اللايك، وخلونا نبدأ. بسم الله. أول شيء، وش فايز اللعبة هذه؟ اللعبة هذه مرة رهيبة، اقترح علي واحد من زمان اقترح علي لما كانت اللعبة بالديمو. قال فايز العب الديمو، انصح فيها، معليش ما اذكر اسمك، لكن شكرا لك اني حطيتها بالواش ليست عندي. واليوم انزلت اللعبة ومرة متحمسة لها. ليش متحمسة لها؟ متحمسة لها اول شيء لان اللعبة ان نفس الاستوديو حق لعبة ذا سكيبس 2، اللي يعرف لعبة ذا سكيبس 2 اللي مرة رهيبة، ختمت امه تختي. لعبتها بالقناة بس مع نفسي ختمت تختيم من جد، حتى ركبت فيها مودات قعدت العبها، لعبت اكثر من كم فوق 60 ساعة لعبت ذا سكيبس 2. فهذه اللعبة من نفس المطور ونفس الشركة حقت ذا سكيبس 2. فخلونا نبدأ. بسم الله، انا ما لعبت اللعبة، تو شغلتها، عارف انها لعبة سرفايفر، هذا اللي انا عارفه، يعني مثل ما ادري شلون اقارنها بصراحة، بس بتشوفون الحين. طيب اوفلاين، يبقى اوفلاين احلى. اللعبه فيها اونلاين، المعلوميه فيها اونلاين، يمديك تلعب مع اصحابك. Do you want to see this brother explore the now or play the game? اوكي يس، لاني ما اعرف شيء بصراحه. اوكي، هاي شخصيتنا، ماشي. طيب اوكي، يمديني اعدل الشخصيه. حلو. اوكي، لازم اب، اوكي لازم اعلم. طيب لا بليز، اسم شخصياتنا معروف، مفروض تسمونا على طول. لا مو وشو هذا؟ اوكي اوه ماي جاد، ايش الالوان هذه؟ اوكي خلوك يا طبيعي. طيب خلونا هذا البادي الضوء. ايوه بس ايه وبي، عطنا اوكي انا ما ادري اصلا هو ذكر او انثى، لكن مو مشكله، كلهم زي بعض اتوقع باللعبه هذه. ابغى شعر، لا ما ابغى كذا، لا يا كذا رهيب. يا لأن بجزيرة عايش الحالة لازم يصير لك كذا، شو اسمه، اطلع على دقن. ابغى دقن كبير اللي قبل شوي، وين ابي اني شوف. اوكي كذا، اوكي هذه شخصياتنا. معكم الشكل. طيب ديني اغير برضو هذا اللون حق ايش، ما يمدي اسحب، اضحكون علي. يمديني، ايوه ابغى نفس الربطة، ايوه كذا زري. طيب هذا ليش ما يغير؟ ما ادري. طيب في شيء ثاني اتوقع، خلاص شلون. طيب ايش اضغط؟ اوكي هنا القرود، ما ادري ايش فايدتهم. اوكي هنا الشخصية اخترنا، هذا طريقة اللعب، وهذا الماب. اوكي طيب يا ضبطنا شخصيتنا، حلو. طيب يقول اضغط، ايش قال اضغط؟ قال اضغط تاب. هذا الباب، الباب مره كبير، لا يغركم الشكل، مره كبير الباب. فخلونا نبدا. سبيس بيك اب، حلو. وش اللي اخذناه؟ اوكي يسوي في كرافتنج، حلو. طيب خلونا دبل ايتم، كان يو كرافتن جو هارد اند. طيب تضغط سي وتسوي كرافتن، حلو. طالع لي فوق، المفروض هنا. اوكي تبون هنا على اليسار فوق. طيب لو نضغط سي يطلع لنا قائمة الكرافتن. اوكي دمم رتب اسمار بس انلوك. اوكي يعني شجرة، تقريبا شجرة كرافتن، اذا فتحت الشيء هذا ينفتح اللي بجنبه، اذا فتحت اوكي يعني مثلا الحين بتعلم هذا، حلو. مفروض الحين فتح اللي بجنبه صح؟ اوكي يمديك تكسر الاشجار، حلو زي لعبة اي سرفايفر. طيب خلينا نشوف،
يا اوكي، يعني الحين اذا فتحنا مثلا الشيء هذا راح يفتح اللي بجنبه هنا. وش هو هذا؟ ما ادري شو حق زي المخده يعني. هنا نحتاج اكس اتوقع او شيء، لازم بدايه اكس. طيب بتعلم هذا، نحتاج ما ادري شو، حبل اتوقع، قطع تمبر، يب قطع خشب. اوكي طيب خلاص، كيف اكنسل؟ طيب لو نضغط كيو فوق يطلع لك المانكي اللي ما ادري شويه 3000، وار اوكي يعني المود حق البناء. اوكي طيب فهمت. طيب مثلا بنبني شو هذا؟ سرير. اوكي يعني مثلا لو بحط مثلا سرير، لا ما راح احط دقيقة لا حتى نحصل مكان. طيب الحين خلينا نجمع هذول. انا مستغرب ان سبيس هو اللي ياخذ الاشياء، بس مو مشكلة، انا متعود بصراحة. المفروض يحطون اي ولا اف، بس اوكي سبيس. ايش هذا؟ طيب باخذهن. اوكي انا يو نيد تو ايت. طيب اني اوردر تو اوكي يمديني اكل اسوي كم فاير عشان اطبخ اتوقع، صح؟ طيب ويمديني اكلهم كذا. طيب شلون اعرف؟ اعطني هذا ما ادري معي او اتوقع بس داخل هذا. طيب يب تقوم شلون؟ ما ادري بصراحة، انا افتح الانفنتوري حقي ما ادري، بس اتوقع بس هذا هو. طيب اوكي كذا كسر الاشجار، حلو. اوكي جمع خشب كونات. كنت هل يمديني اغير فايند ذس؟ اوكي اوكي ما فهمت بصراحة، لكن طيب هذا شفنا الصندوق ما في شيء. السفينة اللي الحين تكسرت. طيب خلونا نبدأ نشوف لنا مكان ندش يمدينا ناخذهم. هاي الورودة. اوكي بلانت. طيب هل يمدينا نسوي شيء الحين؟ خلينا نشوف. يمدينا نسوي هذا، بس نحتاج ما ادري وش هذاك الثاني. هذه يمدينا، حلو خلينا نسوي الهامر. طيب سوينا الهامر، المفروض نفتح له اشياء ثانيه. حلو لابس. اوكي طيب اذا فتحنا هذه الشيء تفتح لنا، يفتح لنا اكيد اشياء ثانيه. خلينا نسويها. نو واي ما ادري بصراحة. طيب مو مشكلة، الحين صار معنا هامر يمديني اكسر فيه الاشياء. طيب خلونا اتوقع بخلي مكان بالبداية هنا. او في هذه ما اخذناها، هل يمديني اجري؟ يا يمدي. اوهو يمدي اسوي. اوكي بصير هنا مكاننا بالبداية بصراحة، لان احس مكان حلو. جزيرة مرة كبيرة زي ما قلت لكم، فخلونا بالبداية نحط نجي هنا نختار السرير. ابغى احط سرير هنا، يحتاج واحد من هذول يمدينا نسويهن. شلون نسويهن؟ طيب انتر بليس ايتم اند تول. اوكي طيب اسحب عليه. الحين هذا يحتاج اللي كانه فراش او المخدة هذا اللي ما ادري ايش تبغى. لو نضغط سي هذه دي نسويها. لا نحتاج ما ادري وش بصراحة. دروين ما ادري وش هذا. اوكي وما ادري كيف نجيبه. ما نشوف نجيبه يمكن الاشجار. بكسر هذه، بكسر الشجرة هذه. اوكي ممكن تكسر، ممكن تكسر هذه. ما تكسر، المفروض تكسر. ممكن تكسرها.
لا ابغاك تكسرها. شلون؟ اوكي ما تكسر هذا اتوقع. You can run by okay. كذا طشن يعني. حلو كذا ناخذها. طيب حرف زد يحذف الاشياء. يلا هيلب. ايش هذا؟ في واحد يقول هيلب هنا. طيب شلون اكسر؟ الله نسيت فايز جو تكسر. دقيقه اسحبوا عليه كانه قرد هذا بقفص. طيب شلون اساعدك؟ اوه مانكي هيلبرز. طيب ار مانكي فريندز اي كان اوكي. اوه يمديني يعطي اوامر القرد. حلو حلو. طيب يا هذا اللي انا شو اسمه اتوقع اني قريته انك تخلي الجزيره كلها فيها قرود تحاول تربيهم عندك يساعدونك نفس البشره. طيب يقول اضغط كيو تو جيت مانكي تو اوكي ليف مانكي اوكي. طيب حلو لو اضغط كذا ما فهمت. طيب اضغط انا ما يصير شيء. نجي عنده كيف ايتمز. لا 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 دي شيء لي اغراض. طيب بعطيه مثلا هذه بلانت ما ادري شوي ده ممكن تشيلها. هذا معه صح. طيب شلون استرجعها اللي الجا؟ ابغى اللي معك. ممكن تعطيني اللي معك؟ اوكي لازم ننام عشان يخزن. طيب خلنا نرجع. تعال اوكي في خفافيش. شفت الخفافيش هنا فاهرب بسرعه. هذه يمديني اكسرها بسرعه. يا يمديني. اوكي جانا خفاش. دنجر كورس. اوكي 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 دافع عن نفسك. طيب يا قرد هو الضرب الضرب مره رهيب. طيب وش هذا اللي تقش؟ اجنحة خفاش. لا ابغى الثاني. اوكي لحم. جمع جمع الاشياء هذه. هذه ما نبغاها. طيب خلنا نكمل كسر هذه. حلو ما ينقص الهيلث ما يزيد الهيلث. السمنة حقتي هنا. اوكي كلها خشب ما عندي مكان. طيب الشيء الوحيد اللي ناقصنا اللي ما ادري من فين يطلع الشيء هذا. نسويه. اوكي 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 فايز يا غبي اكيد بعضك استوعب. طيب ما عندي مكان. وش الشيء اللي محتاجه؟ اجنحة خفاش ما ادري فايدتها 2000 لكن بحذفها هنا. اتوقع ما يختفن الاشياء. طيب الحين يمدينا نجي هنا ونسوي الشيء هذا. فتح لنا شيء. اوكي طيب سوينا هذه. حلو الحين نجي نركبها. اوكي لا طيب ركب. ليش ما تركب؟ نحتاج الهامر عشان نركبها. اوكي 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 نستوعب اللعبة حبة حبة. ركبناها. ريمبر تو سيف. اوكي 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 طيب الحين ناقصني الشيء هذا. شيت. عندنا هنا. اوكي ركب هذا تحطه وبعدين تضغط على الهامر تركبه. اوكي لا ما يحتاج. حلو 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 حلو. كيف يصير كله مع بعض؟ خزن وينام. اوكي جاء الصبح. ممتاز ممتاز ممتاز. اوكي اذا اوكي منطقي. طيب
ممكن تكون. طيب الحين احنا جوعاني، هل يمديني اكل هاي؟ شلون اكله؟ اضغط اي ما يصير شيء. شلون تاكل؟ ممكن تاكل اف. اتوقع كتبوا لي، لكن انا مره غبي. في شيء هنا؟ لا. في شيء هنا؟ اوكي فتحت لي الاشياء اللي مره رهيبه. اول شيء يحتاج الاكس. شلون ميك اكس؟ نحتاج ادوات. طيب ابى اسوي اوكي. بعدين لا ابغى يفتح لي. شلون اخليها يفتح لي كم فاير؟ ما عندنا لسه شك. طيب شلون اكل هذا؟ اوكي قبل شوي ما كان موجودة الشيء هذي. هذا جدار ارضية. ايوه نحتاج الكم فاير. طيب خلونا نحطها هنا. طيب ونطلع من المود هذا. حلو نحتاج حجر صح؟ عندي حجر كثير. نحتاج بعدين هذه، هذه لازم نحتاجها ما ادري ليش. الهامر عشان نسوي فيها اشياء. ممتاز ممتاز، ما زالت اللعبة مرة رهيبة. حلو نحتاج خشب علشان. طيب ايش فايدتك؟ ناخذ الخشب اللي هنا. حلو حلو، انا حاط ان هذا الخفاش هنا، اجنحة الخفاش بشوف تختفي مع الوقت ولا لا، فحاليا لسه ما اختفت. حلو. اوكي يمكن تسوي الاكل. طيب عارفين عارفين ايش الاكل اللي يمديني اسويه؟ لو اضغط عليها، لو اضغط عليها. طيب اوكي يمديني اخلي نفس القرد يسوي. نيت كباب. كباب طيب وهذا وشو؟ طيب لا لا ابغى اسوي كباب. شلون اسوي؟ نحتاج لحمتين، عندنا لحمتين. حتى نحتاج الهامر علشان نسوي الاكل. ابعد عني لا اذبحك. حلو الثاني فيه؟ لا خلاص في واحدة بس تحتاج لحمة ثانية. طيب وين اللي سويناه؟ ما اخذناها. طيب الحين شلون اكل؟ ايش الزر اللي خليني اكل؟ اوكي بس تضغط كذا. اوكي اوكي مرة ما تسوي شيء. طيب هذا ليش ما تاكلها؟ اوكي مرة ما تسوي شيء اللحم هذا. طيب هل تطفي النار من نفسها؟ والله ما ادري. خلنا نشوف. نضغط ار. في شيء ثاني مديس؟ فتحت لنا اشياء. صندوق حلو، نحتاج صندوق. ما ادري ليش لكن نحتاج صندوق، فخلونا نحط الصندوق. نحطه هنا عشان نحط فيه الاغراض. اوكي ايش يحتاج؟ ايش يحتاج؟ نحتاج خشب زيادة. نحتاج ويقولون في خيار خلي تخلي قرد يسوي الاشياء، لكن ما ادري شلون صراحة. فحاليا نسحب عليه، نكسر حنا خشب. مرة تروح الاستامينا بسرعة. اتوقع لان لو معنا اكس كان ما تخلص الاستامينا. هذه بدي ناخذ شيء هنا؟ لا ركض. حط الاشياء اللي معك، وبعدين برضو بالهامر. الهامر اللي يسوي كل شيء، كل شيء بالهامر، حتى تطبخ بالهامر. ايش سوي صندوق عشان نحط فيه الاشياء هذه اللي معنا الزحمة، وبعدها نروح نستكشف. من فكرة اللعبة تستكشف الماب. خلينا نحط الكوكونات. لا ابغى احطها كلها. ايه في زر اختصار اتوقع. هذه حطه شوي. اوكي حط الخشب، حجر، هذه ما ادري وش يحطها هنا، الحبل، هذا، اوكي. اوكي نخلي معنا الاشياء هذه، حلو؟ حلو. والحين وضعنا تمام، كل شيء تمام. طيب هذا بخليه يوقف، شلون اخليه يوقف؟ شلون اقول لك تعال تعال. ما ابغى اخذ، ابغى اخلي هذا يوقف.
انا اقول له وقف يا قرد. ايه في اشياء هنا ما ادري شو معلومات اسمه يمديني غير اسمه. اوكي ما راح غير اسمه. شلون اقول لك مثلا خليك هنا او خليك هنا. اوكي مره يستهبل. طيب الليل بسرعه جاء فهذا شيء مره يقهر. الليل مره سريع. هذا معي. اوكي هنا مسكر. اوكي ليش كل شيء مسكر؟ تحت ان شاء الله ما ادري اذا مات. بس اذا مات القرد يروح علي ولا يجيني انقذ. والله ما ادري اذا ما بقول برضه كان بيه. اوكي طيب اهو طالع علامة البيت ان حطينا السرير هنا خلاص يصير هذا مكان بيتك. حلو ما زي ما قلت مرة كبير. اوكي المشكلة بسرعة يجي الليل بسرعة برضو يجون خفافيش فهذا الشيء مرة مو حلو. اجري اجري. اوه حلو المكان اللي صار كذا منور النار. حلو خلنا ننام. طيب يا شباب بوقف هنا. اذا عجبتكم اللعبه تبون نكمل وسويها سلسله لان بصراحه مره عجبتني وبشوف الى وين نقدر نوصل. يمدينا نسوي مستعمره كبيره من القرود. ما ادري في ناس او في بشر يعني او بس قرود الله اعلم. فاذا تبون نستمر اكتب فايز استمر باللعبه اضغطوا لايك وشاركوا في حلقات جايه. كان معكم فايز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.